جسم غريب يفرض حظرا جويا فوق مدينة روسية. الحكومة الأمريكية تحظر تيك توك والصين ترد. تقرير لجامعة تركية يكشف احتمال تكرار الزلزال المدمر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. ونبدأ من روسيا، حيث تم فرض حظر جوي فوق مدينة سانت بطرسبورغ شمالي البلاد بعد رصد جسم طائر مجهول في سماء المدينة وفقا لتقارير محلية. وكالة فونتانكا الإعلامية في سانت بطرسبورغ أفادت بأن الجسم الطائر تسبب في وقف حركة الطيران فوق المدينة وتعليق العديد من الرحلات لساعات عدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أن تدريبا جويا لطائراتها المقاتلة كان السبب وراء إغلاق المجال الجوي فوق سانت بطرسبورغ وأدى إلى تعليق حركة الطيران. أمهل البيت الأبيض الهيئة الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك الصيني على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة لها. ووفقا لمذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، فإن على مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية إزالة وحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تملكها أو تديرها، وأن تمنع الاتصال عبر الإنترنت بين هذه الأجهزة والتطبيق، وذلك بسبب مخاطر التطبيق على الأمن القومي الأمريكي، فيما عبرت الخارجية الصينية عن رفضها لقرار البيت الأبيض. حذر تقرير جديد أصدرته جامعة دوكوزيلول التركية من احتمالات مرتفعة لوقوع المزيد من الزلازل في ثلاث مناطق تقع جنوب وجنوب شرقي تركيا بعد أن شهدت زلزالين مدمرين خلال الشهر الجاري. التقرير الذي أعده أعضاء هيئة التدريس المختصين بعلم فيزياء الأرض صنفوا خطورة الزلزال في ولايات غازيعنتاب وملاطيا وأديمان بأنها مرتفعة، كما تطرق أيضا لمناطق أخرى صنفت فيها احتمالات وقوع الزلزال بالعالية جدا، كما هي الحال في ولاية أنطاكيا، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات ستبقى قائمة لمدة عامين نتيجة الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا البلاد. إلى مصر هذه المرة، حيث أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك نقل والده إلى مستشفى السجن بعد تعرضه لوعكة صحية. أحمد قال في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن والده أصيب بارتفاع ضغط الدم بجانب معاناته من مرض السكري، مشيرا إلى أن حالته جيدة الآن وهناك تواصل مستمر معه، فيما صدر حكم قضائي مؤخرا برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب. وفي خبرنا الأخير، استعاد الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مكانته كأغنى شخص في العالم بعدما خسره لنحو شهرين. مؤشر وكالة بلومبرغ الأمريكية للمليارديرات أوضح أن صافي ثروة ماسك بلغ 187.1 مليار دولار، وكان ماسك المؤسس المشارك لشركة تسلا للسيارات الكهربائية خسر نهاية العام 2022 المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم لمصلحة نظيره برنار أرنو مؤسس مجموعة لوي فيتون نتيجة انخفاض أسهم تسلا في فصل الشتاء الماضي.